تسلمت مصر من جيبوتي رئاسة الدورة العشرين للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. ومن المقرر أن تستكمل مصر خلال رئاستها للمجلس البناء على جهود صون التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة البحرية، خاصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق عدد من المبادرات، منها المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة.